لكم مجريات هذا الشوط. نتابع التحدي، نتابع الإثارة خلال هذا الانطلاق والتحدي. الصدارة والمقدمة والمركز الأول هنا من تنطلق على الصدارة مياسة لسيد محمد بن سالم بوثم العامري، من تأتينا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني مياسة لمنصور بن خليفة بن سالم بن القطري الخيلي، من تأتينا على المركز الثاني وثالث المراكز الهدلة، من تأتينا على ثالث المراكز لمحمد بن عبد الله بن محروم المحرمي، من تنطلق على المركز الثالث، وفي المركز الرابع هملولة على رابع المراكز لسعيد بن ناصر بن محمد الفزيرة المري، من تأتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس المتواجدة سرابة مطر بن محمد وحسن العامري، من تأتينا على خامس المراكز، ونتأخر لكي ناخذ المركز السادس لأن الخمسة المراكز. الحرمي من تسيطر على الصدارة، تسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول، سرابة قادمة، سرابة قادمة هنا للسيد مطر بن محمد بوحسن العامري، وصوغة صوغة لعبد الله بن حميد بن سهيل المقبالي، ولكن الهدلة، الهدلة هي الأقرب للفوز، الأقرب للناموس، الهدلة للسيد عبد الله بن السيد محمد بن عبد الله بن محروم المحرمي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مع الهدلة، من تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على الصدارة، تسيطر على المركز الأول، ها هي الهدلة إذن على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، سيد محمد بن عبد الله بن محروم المحرمي هي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، تهانينا والناموس ولحظة وصولها إلى خط النهاية، بينما المركز الثاني صوغة عبد الله بن حميد بن سيل مقبالي، المركز الثالث لمنصور بن شيبة السبوس، المركز الرابع لسعيد محمد بن زايد الخياري، المركز الخامس لسعيد بن ناصر بن محمد الفزيرة المري، من وصلت على المركز الخامس. هذه هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، ضعناها على حضراتكم كاملة مكملة بهذا الأداء والعرض الجميل. نعود إلى التوقيت الزمني. نعود هنا التوقيت الزمني 12 دقيقة 53 ثانية، أربع أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني للهدلة. تهانينا لمحمد بن عبد الله بن محروم المحرمي على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني صوغة عبد الله بن حميد بن السهيل المقبالي، وسجلت 12 دقيقة 54 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام، وناخذ ثالث المراكز ونتأكد، نعم صواب لمنصور بن الشيبة بن علي السبوسي ب 12 دقيقة 56 ثانية، وفاء وتماما وكمالا هو التوقيت الزمني للصواب، تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين.